بولاية وهران بالكنيسة الكاثوليكية. فقط لو تذكرنا بعجالة يعني قضية تبحرين كمؤرخ. لم للتذكير فقط، يعني الكنيسة المسيحية كانت عندها كيان معنا لمدة طويلة بالمجتمع الجزائري، وبالأخص لباس للتذكير في المرحلة معناها الاستيطان الاستعمارية، وكانت دور يعني معناها لمساندة من المشروع الاستعماري. يعني لازم نذكره صح، في سياق يعني حرب الاستقلال كاين مسيحيين، كاين مواقف معناها تضامنية مع الجزائريين مع شعب الجزائر، وأذكر معناها بالأخص معناها الكاردينال ليون دوفا اللي كان عنده مواقف، ولا البروفيسور أندري موندوز، معناها كلهم مسيحيين كانوا معناها يساندون من شرعية المقاومة الوطنية الجزائرية. وبعد الاستقلال أكيد يعني كاين معناها كنائس معناها مسيحية، وفي قضية معناها الاغتيال نتاع معناها تبحرين، هي معناها في اللب الطرح كيف يعني أوساط معناها كانت تهدف إلى تورط معناها أجهزة الدولة في هذا الاغتيال. وحنا نعرفوا كاين معناها الوثائق ثابتة بأن هي عملية إرهابية محضة، ذلك فقط احنا اللي الخلاصة يعني من بدون ما ندخل في كل التفاصيل التاريخية، بأن سفارة فرنسا كانت عندها اتصالات مع الإرهابيين، يعني كانوا هذه المعلومات معروفين من مختصين من خبراء وكل شيء. احنا واش هو معناها دائما نذكر ذكير معناها كل الناس اللي كانوا يساندوا معناها الشعب الجزائري في كل ما في كل مراحل، وهذيك المحطة نتاع اليوم محطة وهران هي معناها تزيد في سمعة وكرامة الشعب الجزائري والدولة الجزائرية، يعني بالاعتراف معناها بالحدث وتبنيه وتكفل بهذا الحدث معناها المؤلم. يعني هذول ما ممكن احنا للتاريخ يعني نعطي شهادة تاريخ معناها المسيحيين في الجزائر، تاريخهم معناها طويل وعويص، ويعني ماهوش نرفعوا عليه ببساطة. فيما يخص معناها الاغتيال، احنا معناها اغتيال ارهابي، يعني من الناس اللي على بال ما طالعين عليهم وعلى بال شكون يدبر وشكون ينفذ، ويعني كان مدى نستخلص من محاولة تورط من الأجهزة نتاع الدولة الجزائرية في هذه العملية. وحنا نعرف اليوم بلي بتأكيد الدولة الجزائرية كانت من قامت بما عليها في بكل شفافية وبكل مسؤولية، والحمد لله. نعم سيد عبد المجيد مرداسي، فقط كسؤال أخير، يعني هل ترون بتطويب رهبان تبحرين اليوم بولاية وهران سنطوي ملف رهبان تبحرين والذي أساء للجيش الوطني الشعبي ولأجهزة الدولة الجزائرية؟ لا نطوي، فلا ربما نعطي كل المكان نتاع هذا الحدث المؤلم باعتراف بما كل ما يجري اليوم بوهران، بس ما نجمش نطوي ملف نتاع الإرهاب. قلت الملف نتاع الإرهاب مازال مفتوح أمامنا من زاوية البحث بنا والمعرفة، ومن زاوية بنا المواقف السياسية كذلك، يعني كان إجراءات سياسية خمس بصح لا يخفي خطر في الملف معنا قضية الملف الإرهاب، هو معنا من جهة حماية الشعب الجزائري، ومن جهة أخرى هي حماية معنا جدية الدين الإسلامي. يعني كان مازال عندنا أعمال، مازال عندنا مراحل، مازال عندنا مواعد لحماية منها الوطن ولحماية الإسلام إن شاء الله. شكرا لك سيد عبد المجيد مرداسي، باحث في التاريخ، شكرا جزيلا لك. أعود لك سيد حسين جهام، كنا